وزارة أستاذ عمر، الشباب. أنت تعرف اليوم الوزارة، يعني أنت ربما أقرب شخص للوزارة وما بيها. هدم ما يقارب 13 سنة، يقدر عدنان خلال هدم سنة؟ شنو هدم؟ هدم مهدومة، شنو المبني بيها؟ شنو الصاحي بيها؟ شنو الشيء الإيجابي بالوزارة؟ اللي يريد يشتغل يقدر كل شيء يسوي. عبد الحسين عبطان، طبعا السيد عبد الحسين عبطان تحياتنا له. من لا شيء سوى شيء، لكن يعاب على السيد عبد الحسين عبطان انه انطى المنتديات استثمار. هذا الخطا الوحيد. والملاعب المكامله للفتح لانفتحن استاذ هسه عمر. هي الملاعب هو عنده استراتيجيه كوزير يقول لك اني افتتح وبعدها ما كامله، هاي وجهه نظره. صحيح هذا العمل؟ افتتح وبعدها ما كامله، يكون عندي ملعب تحت اليد، افضل ما اخلي الملعب مصروف عليه فلوس مثل ما الان ملعب الحبيبيه. ملعب الحبيبيه يا زهراء كان احمد العبيدي قبل جاهز، عدنان قادر يفتتح له. جاهز على فكره، كان جاهز ملعب الحبيبيه جاهز 99%، لكن باستشارات وكانت خطتنا انه احنا ما نفتتح ملعب غير جاهز. ليش؟ لان هذا الصح، انه انت ما تفتتح ملعب غير جاهز. هاي رؤيه الوزير هو. صحيحه هاي الرؤيه؟ انا انتقدته في وقت لا مو صحيح، مو صحيحه، بس هو صاحب القرار، انا مو صاحب قرار. اذا الغايه كان منها ايضا دعايه انتخابيه. هسه هو الوزير استخدم دعايه انتخابيه، لكن في نهايه الامر ايش عندك انت صار نبيل؟ ايش عندك؟ عندك ملعب النجف اليوم دي يلعبون عليه النجف. انت واحد من الشخصيات اللي طلعت ملعب النجف مو صالح حتى للعب يا استاذ عمر، صح لو غلط؟ بس اليوم الملعب جاهز لو ما جاهز؟ بعد ايش؟ بعد ما انت تحدثت هسه مو صحيح. هسه هذا انت تعرف يعني احنا هم متابعين. اي بس انت اليوم شو تقول؟ هي خطه، هي استراتيجيه الوزير هي. اي الغلط نقول غلط. غلط عمل. هسه انا دا اقول لك خطا انه تفتتح ملاعب غير كامله. تمام. ليش هو بس ملعب النجف اللي افتتح ما كامل؟ ملعب ميسان ليش كامل هو مثلا؟ ما كامل. ملعب الناصر هي مثلا اللي نسبه الانجاز مكتوبه 75 او 80%. راس البؤره وراس الفساد هي الدائرة الهندسية في وزارة الشباب والرياضة. إذا يجيها أمر من وزير أستاذ عمر مثل ملعب الحبيبية ويقولهم سووا مصعد سووا فلان شيء، الجمهور ما يعرف هذا الشيء، ويقول له للمهندس سوي هذا الشيء، ها وهو ما جاي يعني موافقة من التخطيط، شنو ذا هو مدير عمر؟ يعني أنت اليوم تأمر موظف عندك، يقدر الموظف يقول لك لا أكو غير تبطلة؟ من يبطل؟ ها من يبطل؟ لا شلون يعني 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 يقدر أحد يعارض كابتن عدنان درجال يقول له لا هذا الشيء ما يصير؟ انت برايك كان غير بالوزاره، كان غير المدراء العامين اللي عليهم ملفات فساد؟ مو ملفات فساد. ليش انت ما تعرف؟ انا احكي بدليل، من يكون عندي دليل احكي يعني. انا وصلتني البارحه. انت ما عندك دليل؟ انا البارحه وصلتني، لكن ما اريد اتحدث بهاي الفتره تخلص الانتخابات، بس انا اتحدث انه اليوم من يجي امر من وزير. الوزير اللي قال على الملأ اها انه الحكومه في مؤتمر صحفي متلفز ما مهتمه بالرياضه والرياضه ما لها علاقه بالامر، افضل له يروح يقعد ببيته. يعني انا وزير اذا ما اقنع مجلس الوزراء وما اقنع رئيس الوزراء انه يخصص لي اموال ويخصص لي مبالغ واجب ملف اضعه امامه واقول له هذا الهدف القادم الي كوزير شباب ورياضه، اروح اقعد. لان عدنان درجال اليوم ما محتاج فقط نضاف له الوزير عدنان درجال، لا هو أكبر من منصب الوزير. وخير دليل اليوم اللي حدث وهو مشبث بالوزارة، ما أعرف باكر. أنا أكثر من مرة، أكثر من اتصال على فكرة، أنا قطعت الاتصالات مع كابتن عدنان نهائيا، وحتى يعني اكو امور انا مسويها خلاص، هو حتى من كان يريد يتواصل وياي ما يقدر يوصل لي الا تسوى شنو كان يعني يتواصل لهذا الخلاف. اليوم احنا كاعلام ما عندي خلاف انا وياه، الا انت تقول قطعت التواصل خلاص. قطعت يعني التواصل على شنو يعني؟ اذا هو ما يسمع منك ويحتاجك فقط ضروري المسؤول يسمع من الاعلامي؟ اذا هو ما يشوف ربما هو قناعه، انت اليوم عندك قناعه انه نبيل يقدم برنامج او قناعتك نبيل ما يقدم برنامج، ما اقدر افرضها عليك. عاد انت تكون وزير يا عمر. اي بس انا وياه بالمشروع، ربما دخلت شخصيات تحدثت وياه غيرت من رايه. نبيل كابتن عدنان درجال كانوا الرياضيين يخافون يطقون صوره وياه. انت تحكي صدق؟ هسه اليوم الملتمين يخابروك لك؟ هسه الملتمين يخابروك لك؟ من يخابرني؟ يعني يطقون صوره وياه؟ لا لا يخافون يطقون صوره وياه. يخافون
اي يخافون يطقون صوره. ليش في ذلك الوقت؟ ليش؟ لان الاتحاد السابق اي شخص يروح يم عدنان درجال كان يحرم وما يعمل بالاتحاد السابق، لان اغلبهم هم زملاء اللي كانوا معاهم مدربين، يقول لك انا على شنو ابعد عن الشارع واغني له. اليوم من صار بالسلطه الكابتن عدنان درجال، انا قلت لك بالبدايه تمام. دائما الوزير من يجي صاروا عنده حبايب وهواي، فبالتالي اليوم نشاهد ما شاء الله النجوم والرياضيين. انا اسال دائما اقول لهم وين كنتوا في عام 2018 عندما كان يجي كابتن عدنان درجال وحيدا في فندق تمام في فندق الشيراتون، وين كنتوا؟